تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها في خطبة الوداع. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور، يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم، يدعونها أن تتولى أعمال الرجال، ينكرون تحريم الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء، ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون، وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. تدخلوا حتى في الأنكحة فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءاً صالحاً لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون: لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة، 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. هم يريدون هذا. من الذي يحدد 18 سنة؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر، جعلها 3 أشهر، جعلها 3 أشهر، مثل سن اليائسة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. صغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقن قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في 4 النهار. وغرضهم من هذا إطلاق سراح المرأة للحرية
المزيفة التي هي ظلم للمرأة في الحقيقة وإضاعة للمرأة. فلنتنبه لدسائسهم أقوالهم وماذا يريدون. وأحذر من دخول هذه الأفكار إلى هذه الجامعة، بل يجب على هذه الجامعة معلمين وطلابا وإداريين أن يحاربوا هذه الأفكار ويصرحوا ببطلانها، لأن هذه الجامعة هي القلعة الحصينة بإذن الله لمقاومة هذه الأفكار وأمثالها. هذه الجامعة هي وريثة العلم، وريثة العقيدة الصحيحة، أسسها إمام المسلمين الملك عبد العزيز رحمه الله بمشورة إمام المسلمين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ووضعوا لها المناهج الرصينة القوية التي تحصن أبناءها وتخرجهم إلى المجتمع أكفياء قادة يحملون العلم ويحملون العمل ويحملون الكفاءة الإدارية، فهي قلعة حصينة. يجب أن تقاوم هذه الأفكار، يجب على المدرسين أن يقاوموها في الفصول وأن يشرحوا بطلانها للطلاب، يجب على الطلاب أن يرجعوا إلى المدرسين يسألوهم عنها حتى يعرف هؤلاء أن وراءهم من يرصد أفكارهم ويقاومها، ولا يشعروا أن الأمر مضيع أو أنهم يعيشون في عالم مضيع، حتى يكف الله شرهم وكيدهم في نحورهم. الواجب علينا عظيم أيها الإخوة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لابد من الأمرين: أن نعلن أن ربنا الله، نقول لا إله إلا الله، وأن نعتقد هذا بقلوبنا وأن نطبقه بأفعالنا حتى لا نكون مثل من يقول ربنا الله وهم على خلاف ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع.